إذا كنت عايز تسجل الصوت باحترافية خليك معانا في الفيديو ده تعرف إزاي. لا تنسى الاشتراك في القناة من الضغط على علامة سبسكرايب والضغط على علامة الجرس ليصلك جديد قناة كيموتيوب. لا تنسى زيارة مدونة كيموتيوب والضغط على تابعونا ليصلك كل ما هو جديد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد كامل من قناة كيموتيوب. هنتكلم بإذن الله تعالى اليوم عن ميكروفون شوت جان، حوالي 14 و37 إنش طوله، ومعاه كابل، معاه الكابل بتاعه حوالي 3 متر، ورخيص الثمن ولكنه ذا قيمة فنية يعني جيدة. نستخدمه اللي هو طبعا الشوت جان، اللي معرفش هو الشوت جان، بنستخدمه اللي هو خارج الاطار، يعني ممكن اكون بصور دلوقتي ان انا بصور بيه وهو خارج الاطار وصوت التسامك هيكون منه، وفي نفس الوقت ان انت تحطه فوق، ممكن تحطه فوق الكاميرا لان معدل التقاطه للصوت بيبقى عالي، وتصور بيه السيلفي او اللي هو بتصور بيه الفلوجات، وان انت ممكن تستخدمه على سطح المكتب عادي وانت بتصور ويظهر معاك مفيش مشكله، بس اهم حاجه انت ما تجربوش خالص للفم عشان معدل التقاط الصوت عالي هيبقى الصوت وحش جدا. يلا نشوف مع بعض الميكروفون ونشوف اداؤه ازاي. نفتح مع بعض الكرتونه، ادي محتويات الكرتونة. ده الميكروفون اللي هو الشوت جان، اطلع الحاجات اللي فيه. ده الكتالوج بتاعه، ده الميكروفون نفسه، وده الفلتر بتاعه، وده ادابتور ليه عشان الماسك بتاعه، ونفس الكلام حاجتين بحيث لو هتحط على الكاميرا بتستخدم اللي هو الادابتور ده تحط على الكاميرا، او هتحط تثبت على اي حامل بالشكل ده الادابتور ده. وبعد كده ده الكابل بتاعه، الكابل طويل جدا، وفي كونفرتر مع الكابل لو هتستخدم محول، لو هتستخدم كارت صوت خارجي مع الكونفرتر، مع يعني العيب الميزه او العيب، او العيب اللي فيه ان هو بيجي ان انت تستخدمه على كارت الصوت، ومعاه كونفرتر عشان تحوله للموبايل او لللابتوب او الكاميرا يعني، فاحنا هنستخدم الكونفرتر. طيب بعد كده ان اللي هو الميكروفون نفسه فيه اكتر من واط، اللي هو 3 اوضاع، اوف ونورمال وتيلي. تيلي لو انت هتصور من شكل، من لو هتصور يعني في وضع الشوت جان اللي هو الميكروفون بيبقى بعيد عنك او خارج الكادر، ونورمال لو هتصور وهو قدامك، والاوف عشان تقفله لان في حجارة او بطارية، يعني بطارية زي ما هنشوف مع بعض، تركب له حجارة بطارية. وبعد ما تركب الحجارة، مكان الحجارة، تركب الحجارة اهي او البطارية يعني، وتركب الغطاء بتاعها، وطبعا لو انت فاتح على التيلي ومش عامله اوف، وفاتح على التيلي وعلى اللي هو النورمال كده انت بتستهلك البطارية. طالما الميكروفون مش هيشتغل معاك يبقى تخليه على الاوف. الشوت جان ده لا استخداماته ان احنا عندنا اكتر من استخدام، ان احنا نستخدمه في الاستخدام العادي اللي هو كده وتتكلم عادي مفيش مشكلة، او ان انت تستخدم اللي هو تحطه فوق الكاميرا زي ما هنشوف دلوقتي، او ان انت تحطه خارج الكادر بتاع التصوير وتصور بيه لان معدل التقاطه بيبقى اعلى. فهنجرب مع بعض دلوقتي. احنا دلوقتي عامة بنصور بميكروفون اللي هو السوني الكليب يعني اللي هو العادي. هنشوف صوت الكاميرا ازاي الاول وبعد كده نجرب التصوير بالميكروفون ده. كده احنا بنتكلم بصوت الكاميرا، بصوت الميكروفون بتاع الكاميرا اللي هو موجود مدمج مع الكاميرا. هنركب الميكروفون بتاعنا الشوت جان ونشوف مع بعض نظامه ايه. كده احنا بنصور بالميكروفون اهو،
ده الصوت اللي طالع دلوقتي، طالع من الميكروفون، وهو يعني لو قربنا كده الصوت هيبقى جامد جدا. المفروض ان احنا نبعده شوية كده. لو طلع بره الكارت ممكن نجيب له حامل صغير كده او اي شيء مع القطعة بتاعته اللي هي الادابتور بتاعته مع الميني ترايبود، ونتكلم كده اهو نظبطه بس الترايبود كده، هو بعيد عننا واحنا بنتكلم مفيش اي مشاكل، عشان الوضع يبقى باين مع حضراتكم كده احنا بنتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده الوضع كده. ممكن انه يطلع بره الكادر خالص، وبرضه هيجيب صوت فعال، بس ان احنا نحول الوضع من النورمال. احنا كده شغالين على النورمال كده، قلناه تلي، ونبدأ نبعده او نطلعه هنا كده على اي حامل يبقى بره الكادر بتاعنا. احنا كده مثلا ماسكينه بره الكادر ونتكلم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف كده الصوت تمام كده بره الكادر بتاعنا، وهكذا. الحال التاني او الاستخدام التاني ان احنا نحطه فوق الكاميرا، وهنشوف مع بعض ازاي. كده احنا هنصور فيه فوق الكاميرا، ادي الكاميرا، وطبعا برضه نستخدم نفس الادابتور بتاعه، والادابتور فيه اللي هو مع الكليبس مع الكاميرا من فوق، ندخله كده ونبدأ نتحكم فيه وضع الميكروفون كده، ونصور مع الكاميرا بهذا الشكل كده. يبقى الكاميرا معانا، انا بصور كده في نفس ال بعد ما معلش بعد ما نعمل الكاميرا نربط بس الدايره عشان ما يفضلش يفك مننا، ونبدا نتحكم في الكاميرا. طبعا انت وانت بتصور كده برضو الكاميرا هتبدا يعني الميكروفون هيربط الكاميرا من على مستوى او من على بعد كبير، وبرضه هيبدا انه يسجل معاك بطريقه كويسه جدا بسعره رخيص، ولكنه يمتاز بالجوده العاليه. عيبه بس البسيط ان هو موضوع الكونفرتر اللي جاي ممكن يعلق بسيط، ساعات حاجات بسيطه يعني ممكن يعلق، وده مش حلو ان انت تقدر تستخدم كونفرتر يعني من حاجه لحاجه. ولكن هو في الاخر يبقى سعره بسيط جدا حوالي 20 دولار، وفي نفس الوقت بيؤدي نفس المهمه لميكروفون سعره فوق ال100 دولار. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتك الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.